من روما ينضم إلينا الدكتور سمير القريوطي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور سمير. إذن ماريو دراغا اسم كبير الأمال به مبررة نظرا لتاريخه وإنجازاته بإنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون عام 2012، ولكن هل ستوافق عليه الأحزاب وتدعم حكومته؟ هنا المشكلة. الآن ظاهريا معظم الأحزاب رحبت بتعيين ماريو دراغي لتشكيل الوزارة، رئيس الوزراء المكلف الذي خاطب من أجل الوحدة الوطنية، ولكن هناك بعض الانقسامات داخل أحزاب الائتلاف القديم، أي الحزب الديمقراطي نفسه وحركة خمس نجوم صاحبة أكبر عدد من النواب في فرعي البرلمان سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وهناك أيضا انقسامات داخل الرابطة في اليمين المعارض. وهناك لماذا هذه الاختلافات ولماذا هذه الانشقاقات؟ لأن الموضوع الذي سيتحدث به ماريو دراغي هو موضوع مهم للغاية، هو إعادة بناء الاقتصاد عبر الذي تفضلتم بذكره، أي صندوق الدعم الأوروبي الذي خصص 209 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الإيطالي ولإعادة هيكلة الاقتصاد الإيطالي خلال السنوات العشر القادمة، والذي ينبغي على إيطاليا خلال 30 إبريل القادم الرد على الاتحاد الأوروبي بخطتها للنهوض الاقتصادي لكي يقبل الاتحاد الأوروبي بهذه. إذا دكتور سمير، التحديات كبيرة، ولكن السؤال الذي أريد أن أطرحه عليك، ما هي الخيارات أمام هذه الأحزاب وهذه الكتل؟ أنت تعلم أن التحالف المنهار بخروج حزب أفيفا إيطاليا لم يستطع حتى يوم أمس ردم الهوة والاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. هل خيار الذهاب إلى انتخابات مبكرة وارد أو في مصلحة هذه الأحزاب، أم ربما ستصادق على حكومة دراغي وتدعمها ربما حتى لا تذهب إلى هذه الانتخابات لأنها غير جاهزة لها؟ لا، هي الأحزاب ستدعم دراغي، ولكن يعتمد على الشخصيات التي سيعينها في الوزارة وعلى الخطة وعلى البرنامج الذي سيقدمه. هناك سيكون الخلاف. حركة خمس نجوم لن تقبل بأي شيء لأنها هي صاحبة القرار الآن ضمن هذا المجلس. لا أحد من مصلحته الذهاب لانتخابات خلال بضعة أشهر. الاقتصاد الإيطالي لا يحتمل الذهاب لانتخابات، وهذا هو هدف رئيس الجمهورية. ولكن المشكلة هي أن البعض مثل حزب إيطاليا فيفا الذي سبب هذه الأزمة بدون أي مسببات هو المشكلة. من الصعب جدا إقناع حركة خمس نجوم بالعودة إلى دعم حكومة يشارك بها حزب إيطاليا فيفا إلا باتفاق خلف الستار أو باتفاق واضح وعلني مع رئيس الوزراء المكلف. إذن حتى ينال هذا الدعم لابد له من رضا أو إرضاء حركة خمس نجوم، وبالتالي ما مدى قدرة الرجل على إدارة أزمة الجائحة، أيضا تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي ما يزيد عن 222 مليار يورو يتعين على روما تقديمها إلى بروكسل بعد أقل من ثلاثة أشهر في 30 من إبريل المقبل؟ نعم، هو ماليا رجل قادر وبارع يستطيع أن يهيكل الاقتصاد الإيطالي كما ينبغي لأنه صاحب خبرة في هذا المجال، لكن في المجال الصحي ومكافحة مرض كوفيد-19 حكومة كونتي ورئيس الوزراء السابق جوسيبي كونتي لم يفشل في مكافحة الوباء، بل استطاع تحقيق نجاحات كثيرة دون إغلاق تام لإيطاليا. ولكن مشكلة إيطاليا فيفا هي أنها تريد بعض المناصب، هي تريد بعض المناصب خاصة في مجال الأمن وخاصة في مجال إدارة التمويل الأوروبي أو إدارة أموال الدعم الأوروبي. ربما يعطيها بعض الشيء سيد دراغي، ولكن هذا يعتمد أيضا على موافقة الأحزاب الأخرى خاصة الديمقراطية، لأن أصل رينسي وأصل إيطاليا فيفا جاء. إذا دكتور سمير، الرجل سيكون مكبل بشروط كثيرة، وبالتالي ربما لا تطلق يده هذه الأحزاب لتنفيذ أي خطة.
لن يكون عمله سهلا بالتأكيد، وهو قال إن اللحظة صعبة، وكان يقصد هذا في بداية تصريحه اليوم، اللحظة صعبة، اللحظة صعبة بالنسبة له. هذه المشكلة، أن حركة خمس نجوم هي حزب شعبوي، لا هو مع اليسار ولا مع اليمين، وليس لديه أي هيكل أو أي أحزاب، هو عبارة عن انتخابات عبر منصة إلكترونية، وهي عبارة عن موافقات عبر منصة إلكترونية. الحزب الديمقراطي هو الحزب الشيوعي سابقا، أكبر حزب شيوعي في العالم الرأسمالي لغاية تسعينيات القرن الماضي أو مطلعها، وحركة إيطاليا فيفا هي حركة برئاسة زعيم رينسي، كان ديمقراطيا مسيحيا وتحول إلى اليسار بعد أن كان عمدا لمدينة فلورنس. الخلفية السياسية لهذه الأحزاب التي فشلت سياسيا هي التي قد تعيق دراغي في عمله، ولكن يعتمد على الشخصيات التي سيختارها. إن أرضى هذه الأحزاب بموافقات معينة ربما يستطيع تجاوز الأزمة وتشكيل وزارة إذا ما أذعن الجميع. ربما يريد البعض الذهاب إلى انتخابات لأنه يراهن على الفوز، ولكن الفوز صعب في هذا الحال، لأن البرلمان القادم سيكون عبارة عن 400 عضو فقط، والكثير من أعضاء النواب أعضاء البرلمان الحاليين لن يعودوا، ولا حتى معظم نواب حزب رينسي بالتحديد الذي لا يملك الآن سوى 3%. نعم دكتور سمير القريوطي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من روما، شكرا جزيلا لك.